عندنا موضوع تاني عن بداية تطبيق زيادة الحد الأدنى للمعاشات، واللي أقره السيد الرئيس وتحدث عنه أنه بدل 1000 يبقى 1400 جنيه. لكن الحقيقة المشكلة الكبيرة في المرتبات والمعاشات أنه ما يعلن شيء وما يطبق على الأرض يتحرى دقة ما أعلن فقط. يعني لو حد مثلا معاشه 2000 جنيه، هو متخيل بقى ان هو كمان هيزيد، هيبقوا 2400 مثلا، فيتفاجئ ان هو زاد مثلا 20 جنيه. ليه؟ وحصل ده في المرتبات اكتر من مرة، لانه الدولة معنية اكتر بالفئات الاولى بالرعاية اللي هي القليلة جدا. لكن من وجهة نظر اخرى برضو حد يقول لك طب ما انا قديم، طب ما يعني انا برضو من حقي ان انا ازيد، اعباء الدنيا غليت، الاسعار كلها زادت، المفروض ان احنا كلنا نزيد بنفس المعدل مثلا، او انه يعني ما ينفعش انه مثلا اللي لسه داخل دوت بعد شويه بقى يعني يبقى بياخد نفس الرقم، ما دام انا بزيد زياده طفيفه جدا وهو بيزيد زيادات كبيره بيقدرها الرئيس، علشان يعني ايه احتمال انه الانسان يعيش ازاي من غير هذه الزيادات قائم. على العموم هنتناقش في هذا الموضوع مع دكتور محمد الشواتفي، أستاذ الإدارة والاستثمار والعميد السابق لكلية التجارة جامعة الزقازيق.